بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وصحبه المنتجبين وعلى جميع أنبياء الله المرسلين. يا عبادي الذين آمنوا، إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. إن الله سبحانه وتعالى يخاطب عباده المؤمنين بكل محبة وحنان ورأفة، ليقول لهم: قد تضيق بكم أرض من خلال سيطرة الكفر والاستكبار، فتمنعكم من عبادة الله ومن السير على الخط المستقيم في دين الله، وقد تفرض عليكم أن تكفروا بالله أو تعصوه أو تنحرفوا عن خطه، فلا تسقطوا أمام هذه القوى المضادة، لأن لديكم فرصة أن تنتقلوا من أرض تضيق بكم إلى أرض تتسع لكم، لأن الله لم يضيق على الإنسان في أرض معينة ليسكن فيها. صحيح أن الإنسان يألف أرض طفولته وأرض أهله وأجداده، ولكن عندما تفرض عليه ظروف هذا الأرض أن يجوع ليستغله الآخرون أو يذل أو يسقط أو ينحرف، فعليه أن لا يتعبد للأرض ولكن يتعبد لله، وعليه أن ينطلق بحريته في تقرير مصيره وموقفه، ولا يسقط تحت تأثير العاطفة أمام الذين يريدون أن يفرضوا عليه إرادتهم وقراراتهم. وقد قال علي عليه السلام وهو يحدثنا عن دور الأرض بالنسبة إلينا، فإن الناس يتحدثون عن الوطن وعن حب الوطن وعن عبادة الوطن، صحيح ذلك، ولكن قيمة وطنك إنما هي بمقدار ما يحملك وبمقدار ما يضمن لك كرامتك وعزتك وحريتك، فإذا كانت ظروفه في غير هذا الاتجاه، فإن كنت قادرا على أن تغير تلك الظروف إلى ظروف أكثر أفضل، وإذا كنت قادراً على أن تفتح لوطنك آفاقاً واسعة، فحاول أن تقتحم التجربة من موقع المسؤولية ومن موقع القوة. ولكن إذا ضاقت بك الظروف فلم تسمح لك أن تحصل على ما تريد من العيش الكريم ومن عزة النفس ومن استقامة الخط، فبلاد الله واسعة. ليس بلد، هذه كلمة علي في نهج البلاغة، ليس بلد أولى بك من بلد. قيمة البلد بالنسبة إليك
بمقدار ما تؤكد إنسانيتك وتحمي إنسانيتك. ليس بلد أولى بك من بلد، خير البلاد ما حملك. بالنسبة إليك البلد الذي يحملك فيلبي حاجاتك ويعزز مكانتك ويمنحك حريتك ويجعلك تعيش إرادتك بعيدا عن ضغط المستكبرين، فتلك البلد خير البلاد، لأن الأرض ليست صنما نعبده، ولكن الأرض موقع نعيش عليه. فإذا لم نستطع العيش فيه فهناك أرض واحدة. لهذا النظرية الإسلامية من خلال هذه الآية الكريمة وأمثالها من الآيات، النظرية الإسلامية تقول لك أن علاقة الإنسان بالأرض ليست علاقة عاطفية ولكنها علاقة إنسانية. فبقدر ما تمنحك أرضك في ظروفها حركة حريتك في إنسانيتك، بقدر ما تلتزم أنت هذه الأرض أو تلك الأرض. وقد جاء في بعض الآيات عن الناس الذين تفرض عليهم الظروف في أرضهم، تفرض عليهم أن يخضعوا للاستكبار فيكفروا طاعة له، أو ينحرفوا عن الخط المستقيم، أو يذلوا أنفسهم أمامه. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، بالكفر ظلموا أنفسهم، بالكفر أو بالفسق أو بالفجور، قالوا فيما كنتم؟ كيف كان وضعكم؟ كيف كانت حركتكم؟ لماذا ظلمتم أنفسكم فكفرتم؟ لماذا ظلمتم أنفسكم فانحرفتم؟ قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض، كان المستكبرون يضغطون علينا وكانوا يوجهوننا إلى أن نكفر بالله وإلى أن نتخذ له أندادا وإلى أن نعبد غير الله، ولا قوة لنا. قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصير. إلا مستضعفين من الرجال والنساء لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. يعني هؤلاء المستضعفون الذين يفقدون كل قوة وكل فرصة لتنمية القوة وكل سبيل للخروج من الأرض، لا يستطيعون حيلة، ما عندهم في الطريق للتخلص من الواقع ولا يهتدون سبيلا للخروج من الأرض. فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم. لاحظوا الله خلاها عسى، ما أعطاها هو حتى يترك للإنسان مجال أن يفكر في المخرج وأن لا يستسلم للمبررات التي بين يديه، بل عليه أن يبحث ويدقق. وكان الله عفوا غفورا. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. يعني الذي يعيش تحت ضغط الاستكبار وتحت ضغط الحاجات التي تلغي حريته وتسقط عزته وكرامته وتخرجه من دينه، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله، ومن يخرج في سبيل يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما مواقع كثيرة وفرص كثيرة وسعة في كل شؤونه. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله فرارا بدينه ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، الله يتكفل له بالأجر كله. لذلك إذن
إنسان مع وطنه، مع عاطفته، مع ما ألفه، إلا أن يضغط وطنه على دينه وعلى حريته، ولا يملك أن يغير الواقع، عند ذلك يختار له. وهنا الله يريد يأثير أمامنا: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإذا ضاقت بكم أرض فلم تعطكم حريتكم ولم تمكنكم من دينكم ولم تؤكد لكم عزتكم ولم تحقق لكم حاجاتكم إن أرضي فهناك أرض أخرى تتسع لكم فإياي فاعبدون. فالأرض كلها ملك الله وأنتم عباد الله، وقد جعل الله الأرض لكم جميعا، لا يختص بها شعب عن شعب ولا أمة عن أمة، فإياي فاعبدون. اعبد ربك في كل مكان. والأرض أيها الأحبة هي مسجد الله، ما في فرق. صحيح في مساجد يبنيها الناس، ولكن الأرض كلها مسجد يعبد الإنسان فيه ربه في أي مكان كان يستطيع أن يعبد فيه ربه. كل نفس ذائقة الموت. فكر أيها الإنسان، عندما تضغط عليك عواطفك ومشاعرك فتنحرف بك عن الخط المستقيم، عندما تتجمع أطماعك لتسقطك أمام شهواتك، أمام حاجاتك وأمام شهواتك، عندما يتحرك الناس من أقربائك وأصدقائك ومعارفك من أجل أن يزينوا لك القبيح حسناً، أو يقبح الحسن فيكون قبيحا، عندما يغيرون لك الصورة بوحي الأساليب العاطفية، ويأتيك الشيطان ليقول لك لا بد أن تعيش في مجتمع يرضى عنك، لا بد أن يرضى عنك أقرباؤك وأصدقاؤك ومعارفك والمسيطرون عليك. لذلك أيها الإنسان، لا بأس بأن تعصي الله لحساب فلان، ولا بأس بأن تنحرف عن موقفك لحساب فلان، ولا بأس بأن تخضع، أن تؤيد ظلما أو ترفض عدلا حتى يرضى الناس عنك الذين يحبون الظلم ويرفضون العدل، حتى يرضى الناس عنك. وربما تميل نفسك لذلك، لأن الناس إنسان يحب أن يتخفف من المتاعب، وعندما يكون المجتمع راضيا عنك فأنت في متاعب خفيفة، لكن عندما لا يكون المجتمع راضيا عنك، عندما لا يرضى عن فكرك ولا يرضى عن طروحاتك ولا يرضى عن صلابتك في موقفك ولا يرضى عن إرادة الحرية عندك ولا يرضى عن الطريق الصعب الذي تدعوهم إليه وعن السير أمام التيار، فإنك تتعب. والنفس تحب الراحة، ويستغل الشيطان حب الراحة ليسيطر علينا في جميع المواقع. الله يقول: تذكر الموت وتذكر أنك ترجع بعد الموت إلينا. كل نفس ذائقة الموت. هل رأيت من عاش وخلد في هذه الدنيا؟ هل سمعت بمن خلد في هذه الدنيا من الناس؟ كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. وإذا رجعتم إلينا، من الذي يتحدث؟ رب العالمين الذي يملك الأمر كله، والذي
لا نملك نفعا ولا ضرا لأنفسنا إلا به. والذين آمنوا فانطلقوا في خط الإيمان يا عبادي، وعملوا الصالحات فتحركوا من أجل العمل الصالح، لنبوئنهم نسكنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. تصور نفسك في نهاية المطاف وأنت تنتقل في الدنيا من حالة إلى حالة، حالة تتعبك من هنا وتفرض عليك ضغطها من هنا، ثم تسير وتسير وتتعب وتكدح وتأتي إلى هناك. سلام عليكم بما صبرتم، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. بما صبرتم على طاعة ربكم، وبما صبرتم عن معصية ربكم، وبما صبرتم على البلاء، فنعم عقبى الدار. هنا عندما تصل إلى هناك، كيف واحد قطع مسافات ووصل لبيته وجابوا له هيك الماي البارد، غسلوا له رجليه بالماي الحار، والفرش هيك بعد ما كان قطع بالصحراء، وهيك ارتاح قال الحمد لله، وقالوا الحمد لله. كيف هيك تشعر؟ هيك جو الجنة هيك بعد هالتعب. تيجي تشعر لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار، ولا موت هنا، خالدين فيها، نعم أجر العاملين. الجنة هي الأجر، نعم الأجر. وأي أجر أعظم من جنة عرضها السماوات والأرض، أعدت للمتقين للذين آمنوا بالله ورسله. أي أجر أعظم من هذا الأجر الذي تتعب فيه نفسك قليلا في طاعة الله وفي حرمانها من حرام الله، تتعب نفسك قليلا وهناك تجد الراحة الطويلة الخالدة. هل تستحق الجنة منا هذا الجهد؟ يا أيها الإنسان، إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، نعم أجر العاملين. من هم هؤلاء؟ الذين صبروا، صبروا على أنفسهم، صبروا على نقاط ضعفهم، صبروا على شهواتهم، صبروا على الضغوط التي توجه إليهم، صبروا على المتمتاعب التي يعانونها في سبيل مسؤولياتهم، وعلى ربهم يتوكلون. وهم عندما يواجهون الحياة ويصبرون ويقومون بجهدهم ويواجهون الغيب الذي قد يحمل لهم أخطاراً ومشاكل، فإنهم يقولون لربهم: يا ربنا، لقد فعلنا ما علينا مما أعطيتنا أسبابه ومما هيأت لنا وسائله، وبقي المستقبل عليك، نتوكل عليك يا رب. لأنه من يتوكل على الله فهو حسبه، كما قلت يا رب. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. هل تحملون هم الرزق؟ انظروا إلى الدنيا، انظر إلى النملة وهي تحمل رزقها، وإلى الطير وهو يطوف في الفضاء وينتقل من موقع إلى موقع وهو يحصل على رزقه، وإلى الأسماك وإلى كل ما في الكون، حتى الهوام والحشرات، حتى الحشرات في أعماق الأرض تجد أن الله هيأ لها رزق. لماذا تحمل؟ وكأي من دابة لا تحمل رزقها، أي دابة، الله يرزقها وإياكم. فإن الله
عندما خلقكم هيأ لكم وسائل الرزق، وقد يضغط على بعضكم لمصلحته، وقد يوسع على بعضكم لمصلحته، ولكن الله ورزقكم في السماء وما توعدون. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم، وهو السميع الذي يسمع دعواتكم، العليم الذي يعلم حاجاتكم ويعلم آلامكم وأحلامكم، فانفتحوا عليه لأن بيده كل ما تريدونه وكل ما تحتاجون إليه. أما خلقه فإنهم يملكون ما أعطاهم الله وينفقون ما ألهمهم الله أن ينفقوه. لذلك قبل أن تجعل كل همك بخلق الله، افتح كل همك في عقلك وفي قلبك لله. أتعرف الله؟ ربما تكون غافلا عن ربك، ربما تتصور ربك في صورة إنسان كبقية الناس الذين يملكون قوة هنا وهناك. هل تريد أن تعرف ربك؟ لا تدخل في جامعة ولا في معهد ولا تقرأ كتابا، اقرأ كتاب الكون كله. ولئن سألتهم هؤلاء الذين يجحدون الله ويعصون الله ويشركون بعبادة الله غيره، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض؟ هل خلقها الرئيس الفلاني وقد كان عدما والسماوات موجودة؟ انطلق في التاريخ في كل الأجيال، أيا كان عمر الأرض ملايين السنين، انطلق من جيل إلى جيل، فهل تجد في كل هذه الأجيال من يقول لك إنه خلق السماوات والأرض؟ كلهم كانوا في العدم، وكانت السماوات والأرض، وكان عرشه على الماء، وخلق السماء والأرض في ستة أيام، وسخر الشمس والقمر. هل هناك من خلق الشمس والقمر وجعلهما في دائرة هذا النظام الذي لا يمكن أن ينحرف عن مساره مقدار شعرة؟ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله. إنهم يقولونها بفطرتهم التي تصرخ من عمق إنسانيتهم أن الله هو خالق هذا الكون، فأنى يؤفكون؟ ينطلقون بالإفك، إفك الجحود والشرك وما إلى ذلك. الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر. الله هو الذي يرزق الناس، فقد يبسط لأحد رزقه لأن له مصلحة في ذلك، وقد يقدر على أحد رزقه، يضيق عليه رزقه لمصلحته في ذلك. إن الله بكل شيء عليم، فهو يعرف حاجات الناس ويعرف مصالحهم ويقدر حاجاتهم بحسب مصالحهم. ولئن سألتهم، والمطر ينزل من السماء، ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها، عندما أعطى الأرض شرابها الذي امتصته واختزنته وتحول إلى خزانات جوفية تتفجر منها الينابيع والأنهار، من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها ليقولن الله، قل الحمد لله على ما أنزل ما نزل، والحمد لله على ما سخر، والحمد لله على ما خلق. بل أكثرهم لا يعقلون. قل، لأن مشكلة الكثير من الناس أنهم ما يفكروا، أنهم لا يفكرون ولا يعقلون. ولو فكر الإنسان
لاهتدى إلى ربه، لأن العقل يقودك إلى الله سبحانه وتعالى. وما هذه الحياة الدنيا التي تتنازعون فيها وتتحاربون عليها وتتباغضون وتتحاقدون إلا لهو يلهو بها الإنسان تارة، ولعب، لعبة اجتماعية ولعبة سياسية ولعبة اقتصادية وما إلى ذلك، ولكنها ليست دار الحياة، لأن لها مرحلة واحدة ولأن لها مدة معينة. وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، يعني هي الحياة، مقصود من الحيوان تعبير عن الحياة، لو كانوا يعلمون. فإذا كنت في دار يعيش الموت في آخرها، يكمن الموت في آخرها، وكانت هناك دار لا موت فيها، فأي دار تختار؟ وأي دار تعمل لها؟ وأي دار تؤثثها وتمهدها؟ هل دار الموت أو دار الحياة؟ إن العاقل يختار دار الحياة. فهلموا أيها الأحبة إلى دار الحياة، هناك عند الله يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله، والحمد لله رب العالمين.